بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. المجلس 50 بعد 200، الباب الثالث من الكتاب 26، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. معلوم أن الله سبحانه وتعالى يسر لأمة نبينا أنه يثيبهم على ما عملوا ويعطيهم ثواب ما وهبوا، يعني يعطيهم ثواب حتى ما لم يعملوا، ولكن مجرد أن يوهب إليه ثواب شيء يعطيه ثوابه. في الأمم السابقة ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يهب ثواب أحد لأحد، كل إنسان يأخذ ثواب عمله. هذا في الأمم السابقة، أم لم يأتهم أم ما في صحف إبراهيم وموسى ليس للإنسان إلا ما سعى. في صحف إبراهيم وموسى السابقة كان الأمر على الحال، ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. لكن في أمة النبي له ما سعى وله ما وهب إليه من سعي غيره، إكراما لهذه الأمة لقصر أعمارها ولبركة نبيها وشفاعته له. لأن الأمم السابقة كانت طويلة الأعمار، يعيش 400-500-600 سنة يقعد يعبد ربنا، إحنا بقى بنعيش 60-40-50، قليل اللي يعدي 80-100 من أمة النبي، فهم؟ وبالتالي هنلاقي في الآخر أعمالنا قليلة، وإحنا أمة مكرمة يريد الله أن يكرمها لكرامة نبيه. فماذا فعل؟ ادانا ليلة القدر خير من 1000 شهر، ومش ادانا شو كده وبس، وأجاز لنا أيضا أن يهب لنا أحبابنا ما شاءوا من أعمال صالحة وناخذ ثوابها معه. فما حجش يحج له ياخذ ثواب حج، ما تصدقش يتصدق عنه ياخذ ثواب صدقة، وهكذا. فيبقى دي من إكرام هذه الأمة كرامة لنبيه حتى يسعد نبينا بأمته صلى الله عليه وسلم. فتصل ثواب الصدقات إلى الميت. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 304، قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم، أو يهب له الصدق، يتصدق بالنيابة عن أبيه ويقول اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لأبي وقد مات، فما زال عمله يستمره بصدقة غيره وهبة ثواب الصدقة. وعلى شكل المسلمين على مر العصور يذبحوا ويوزعوا الذبائح للفقراء على روح الميت، ده شيء معروف، علشان يهب ثواب هذه الذبيحة وصدقتها لروح الميت. قد يكون هذا الميت أبيه، قد يكون جده، قد يكون سيدنا الحسين، قد تكون ستنا زينب آل البيت، فيقول أنا أذبح لسيدنا الحسين، يقوم يقول الوهابية يقولك شوف بيذبح لغير الله، جهلا جهل، يعبروا عنها بطريقة تؤدي إلى الشرك وسوء الظن بالمسلمين. المسلمون طول عمرهم يعلمون ذلك من صحيح دينهم، أنه يجوز التصدق عن الميت وهبة ثواب الصدق. فهذا يذبح لجده، وهذا يذبح لأبيه، وهذا يذبح لأمه، وهذا يذبح لآل بيت نبيه، ويهب ثواب الصدق. فهذا الفعل جائز بالقرآن والسنة، لا شيء فيه،
حتى ان الصحابه كانوا يوصون ان يذبح على قبورهم ويتصدق. سيدنا عمرو بن العاص اوصى ابنه عبد الله لما مات في مصر هنا، عمرو بن العاص قال لابنه: فاذا ما مت فلا تتبعني نائحه ولا نار. يعني مش عايز حد يصوت عليا ولا ايه تولعوا نار وانتم ماشيين، يعني كانه ما تدفنينيش بالليل. ادي معنى نائحه ولا نار، لانه كانوا زمان ما يدفن بالليل وما فيش نور يولعوا نار علشان يشوفوا الطريق. فلما بيقولوا فلا تتبعني نائحه ولا نار، يعني ما حدش يصوت عليا وما تدفنونيش ليلا. ادي معنى كلامه. ثم انكسوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها. يعني بيقول لهم اذبحوا على قبر جمل ووزعوه على الفقراء. ده الحديث في صحيح مسلم. يبقى هنا بيحثهم على ان هم يعملوا حاجه لا تليق، هو انا مذبح واقول اللهم اجعل ثواب هذه الذبيحه لفلان، يبقى انا كده بذبح لغير الله. شيء عجيب. وكاتبين كده في كتبهم ويوزعوه على الناس، والناس تفتكر ان هو ده الدين فيسيء الظن. فهمت بقى ازاي؟ ويقول لك اهل لغير الله به. هو انا بقول باسم الحسين ولا بقول بسم الله الله اكبر اللهم اجعل ثواب هذه الذبيحه سيدنا الحسين؟ شوف التمويه، انظر الى التمويه الذي ادى بعد ذلك لاساءه الظن بالمسلمين فقتلوا المسلمين. لانه ساء الظن، اعتبروا انه كافر خلاص، فاستحل دمه وعرضه. كل ده هذا بسبب سوء الظن. شوف اهو بيقول له ابويا مات، ينفع اتصدق عنه يا رسول الله؟ الصدقه قد تكون في صوره اطعام الطعام، في صوره ايه توزيع المال، في صوره توزيع اي شيء ينفع الناس، حتى كسوه الفقراء، كل ده تنفع صدقه. يبقى اي صوره من الصدقه لك ان تهب ثوابها للميت، لا شيء فيها. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها. افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة. افتلتت نفسها يعني خرجت منها روحها فجأة، يعني ماتت فجأة. وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال نعم. يبقى يقول للنبي أمي ماتت فجأة، وأنا أظن أنها لو كانت مرضت مرض وفاة وكان هناك فرصة لكانت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي له نعم، ولي أجر أن أتصدق عنها، وله أيضا أجر لأنه أجر بر بالأم، فيكون برا بأمه يأخذ ثواب البر، والأم تأخذ ثواب الصدقة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق ها قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد. أما أبو أسامة وروح ففي حديثهما فهل لي أجر كما قال يحيى بن سعيد، وأما شعيب وجعفر ففي حديثهما أفلها أجر كرواية ابن بشر. فهذا الحديث يدل على وصول ثواب صدقة الصدقة للميت، وكذلك يصل الدعاء للميت. وكذلك في باب الصوم في كتاب الصوم قرأنا أنه يصل ثواب الصيام للميت، فلك أن تصوم عنه وتعب ثواب صيامه. وقرأنا في كتاب الحج أنه يجوز الحج عن الميت فيصل ثواب الحج له. فكل هذا دل عنه الشرع الشريف. أما أن يصلي عنه ففيها خلاف، فالراجح أن الصلاة لا تصله ثوابها. الصلاة ده عند الشافعية، وأنا أرى أنه حتى لو صلى عنه يصله ثوابه لأنها من سائر العبادات كسائر العبادات، خصوصا أن إذا كان الحج يصل له فلا يوجد حج إلا بصلوات،
ولا يصله الحج دون صلواته؟ بس الصلوات داخله في الحج مش كده برضه؟ ولا اللي بيحج بيترك الصلاه في فتره الحج؟ يصلي، بل مش كده وبس، ده احيانا يرتكب بعض المحظورات فيضطر يصوم، ففديه من صيام او صدقه او نسك. فالحج فيه الصدقات وفيه الصيام وفيه الذبح وفيه الصلاه وفيه مطلق الذكر وفيه الدعاء، وكل ده بيصل للميت. فتخصيص بعض العبادات تصل وتخصيص عبادات اخرى لا تصل، هذا تخصيص يعني بلا دليل، تخصيص بلا مخصص، فهم؟ ولذلك الراجح عندي والله اعلم، وكذلك عند كثير من العلماء، انه مطلق اي عمل صالح تهب ثوابه للميت يصل، بما في قراءة القرآن وقراءة الفاتحة وغير ذلك، كل ده يصل ثوابه للميت. والله تعالى أعلم. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة يعني بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لأن هذه الأشياء امتداد لعمله، فهي عمله، هذه الأشياء امتداد لعمله، لا توهب له، ده امتداد لعمله. وفي الباب السابق كنا نتكلم على ما يوهب له، وفي هذا الباب نتكلم عما يستمر من عمله بعد وفاته. فهذا الباب نوع والباب الأول نوع تاني، فلا تختلط الأمور عليك، لأن الولد الصالح من عمل أبيه، هو الذي رباه وهو الذي علمه الصلاح وهو الذي فهو من عمل أبيه، فالولد الصالح من عمل أبيه. والصدقة الجارية هي الصدقة التي تصدق بها ولها ثواب مستمر بعد وفاته، كأن يبني مسجد أو يشق نهر أو يبني مستشفى لعلاج المرضى، أو عنده أرض أوقفها فما يخرج منها ينفق على حفاظ كتاب الله وعلى طلاب العلم أو على المرضى أو شيء من هذا. فكل أو كتب مصحفا بيده ثم تركه لأبنائه يقرؤون فيه، لأن كان زمان ما فيش إيه، ما فيش مطابع، كانت المصاحف تكتب باليد وتورث، وكتب العلم كانت تكتب باليد، ما كانش لسه في مطابع. فإذا كتب كتاب علم ثم بعد ذلك انتفع به الورثة وورثت الورثة، فكلما قرأوا في الكتاب يبقى لأنه امتداد لعمله. وكل من كتب مثلا صلوات على النبي ودعوات وورثها للناس تظل إيه في صحيفة حسناته كلما قرأت، لأن امتداد لعمله. وده يدلك احنا بنقرا الاحاديث الوقت اللي جمعها الامام مسلم، امتداد لعمل، ياخد ثوابه وهو في قبره، وهو مصنفها من قرون لانها ما زالت عمل، طوف البلاد وجمع الاحاديث ونقاها من كل ضعيف ثم بعد ذلك بوبها وبذل جهدا، فهو ما زال عمله يجني ثمرته وهو في قبره الى قرون الى ما شاء الله. وكذا الامام البخاري وكذا الامام الترمذي وكل علماء الإسلام والمسلمين الذين صنفوا الكتب النافعة ونقلوا إلينا هذا الدين غضا طريا، ما زالت كلما قرأنا في كتبهم كلما أخذهم ثواب، علم ينتفع به. وليس المقصود بعلوم الدين فقط، بل كل علم ينتفع به البشرية. من ألف في الطب وكتب في الطب واستفاد الناس يأخذ ثواب، من ألف في الهندسة، من ألف في أي مجال من مجالات العلوم التي ينتفع بها الناس وتتعمر بها الأرض، فهي علم ينتفع به، وبالتالي يكون ثوابها. ولو كان علم فاسد كلما قرئ واستفاد الناس منه فسادا كلما كان وزرا عليه، وبالتالي الإنسان عليه أن يفعل في عمره ما يعود عليه بالخير حتى بعد وفاته، لأن الدال على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله. يبقى انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، والمقصود كده انقطع عمله التكليفي،
انقطع عمله التكليفي ولم يبق إلا الأعمال التشريفية، إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. باب الوقف. والوقف نوع من الوصية، من الوصايا، أن يقتطع جزءا من ماله ويوصي به في جهة معينة من أعمال الخير، فلا يخرج من الإرث ويخرج من تصرفه بحال حياته. يأتي على قطعة أرض يوقفها مثلا لجهة من الجهات التي يكون مقصودة للشرع الشريف، فيوقفها مثلا لبناء المساجد، يوقفها لتربية الأيتام أو لرعاية الأرامل أو لعلاج المرضى أو لتحفيظ القرآن الكريم لأطفال المسلمين أو أي وجهة من وجهات مقاصد الشرع الشريف. حتى أنهم كانوا يوقفون أوقاف غريبة، يعني من ضمن غرائب الأوقاف في مصر، عارف المئذنة التي القبة التي فوق قبر الإمام الشافعي، فوقها إذا نظرت تجد سفينة كده، مش كده برضو؟ السفينة دي عبارة عن تجويف مجوفة، فكان في وقف يملأ هذا التجويف بحبوب عشان الطيور المهاجرة اللي بتيجي في موسم تأخذ هذه الحبوب، لأنها بتبقى مسافرة هذه الطيور المهاجرة مسافات طويلة، فتصل إلى مصر في مواسم معينة كل سنة، تأتي مهاجرة من أوروبا فتأتي جائعة شديدة الجوع تقوم تجد هذا الحب. فكان في وقف مخصوص كده، انه ان في موظف ياخد اجر، وان يشتري حبوب، وان هم يحطوا الحبوب دي في موسم هجرة الطيور حتى تأكل الطيور. شوف هذه، يعني شوف الرحمة دي، في كل كبد رطبة اجر. فدي من نوادر الاوقاف، زي ما قلت لك بالامس في وقف مثلا لمؤانسة الوحشين، عشان واحد كده يقف على المئذنة بعد 12 بالليل الى ما قبل الفجر، يقعد يقول شوية تواشيح وشوية حاجات، يقوم اللي سهران، كان زمان ما فيش راديو ولا في تلفزيون في البيوت، فكان الانسان السهران وكل الناس نايمة لا يسمع صوتي يؤنسه. فكان في المغرب في وقف اسمه وقف مؤانسة الوحشين، يوظفوا موظفين اصواتهم جميلة ويدوهم مرتبات، يقفوا بعد منتصف الليل الى الفجر يغنوا على المنابر والمآذن بالتواشيح وبالأشعار الجميلة علشان يؤنس الوحشة. فهمت؟ كل دي أوقاف لوجه الله، لأن مؤنسة المسلم ثواب عبادة كبيرة. وهكذا. وبرضو كان في وقف في مصر للست المطلقة التي طلقت وليست لها بيت يأويها، فالمطلقات تبقى ليها بيوت كده معروفة تروح تمكث فيها، تطعم وتأكل وتشرب حتى يتم صلحها على زوجها أو أن تتزوج غيره بعد انقضاء عدتها. كل دي أوقاف كانت موجودة في بلاد المسلمين. جامعة القاهرة بنيت من أموال الوقف. جامعة القاهرة اللي الناس دلوقتي بيحرقوها، الشباب دلوقتي بيحرقها الجاهل، دي بنيت من أموال الوقف. الأزهر الشريف مر عليه قرون طويلة كان ينفق على طلاب العلم من جميع الجنسيات من أموال الوقف، بما فيها حتى مرتبات المدرسين داخل الأزهر من أموال الوقف. فالأوقاف دي من الأمور الهامة التي كانت سببا لانتشار الإسلام وانتشار الرعاية والمواساة بين المسلمين على مر العصور. فالوقف يوقف الرقبة، يمنعها من البيع، ويكون المنافع التي تخرج من هذه الرقبة تنفق في جهة معينة. يعني عندي 100 فدان، الميت فدان دول ما يتباعوش، وقفت فلا تباع، لكن ما يخرج منها ينفق في جهات معينة. ادي معنى الوقف. يبقى الوقف بيوقف الرقبة عن البيع والتصرف لينتفع بما يخرج منها. ادي معنى الوقف. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره فيها يعني يستشيره، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها. حبست أصلها يعني منعته من إيه؟ منعته من أن يورث أو يباع، أي معنى حبسه، فلا يورث ولا يباع، حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تصدقت بما يخرج منه. فقال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، اللي هو يسموه ناظر الوقف. ناظر الوقف ده اللي هو هيبقى مسؤول عن إدارة هذا الوقف، يسموه إيه؟ ناظر الوقف. فلا بأس أن يأخذ مرتبه منها، فهمت؟ فلا بأس على من وليها أن يأكل منها، يعني يأخذ إيه؟ أجرا مرتبا شهريا أو أسبوعيا على حسب العرف، ولكن بالمعروف، بالمعروف يعني بلا إسراف. أو يطعم صديقا غير متمول فيه، أو يطعم صديق معاه يعزمه ولكن غير متمول، يعني لا إيه؟ يعني ما يحوش، ما يبقاش ليه أرسله، ياخد ويحوش، ياكل لكن ما ايه؟ ما يخزنش، فاهم؟ ياكل مع صديقه لكن لا ياخذ معه شيئا ويتموله. او يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا، يعني مدخر، متأثل مالا يعني مدخر مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل مالا، أي غير مدخر مالا. يبقى متمول بمعنى متأثل، والمتأثل أو المتمول هو الذي يدخر. وعن أبي قال: حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة حاء قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا أزهر السمان قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، كلهم عن ابن عون بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث ابن أبي زائدة وأزهر انتهى عند قوله: أو يطعم صديقا غير متمول فيه، ولم يذكر ما بعده. وحديث ابن أبي عدي فيه ما ذكر سليم قوله: فحدثت بهذا الحديث محمدا إلى آخره. وعن أبي قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو داود الحفري عمر بن سعد عن سفيان عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قال: أصبت أرضا من أرض خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها. دل على أن الإنسان لا يتصدق ولا يوقف إلا ما كان عنده من نفيس المال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا ينظر إلى ما يملكه من محقرات الأمور فيتصدق به. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مش كده؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه، يعني لابد أن تنفق من أطيب ما عندك. وساق الحديث بمثل حديثهم ولم يذكر فحدثت محمدا وما بعده. باب ترك الوصية من ليس له شيء نوصي فيه. احنا قلنا ان الوصية مستحبة في الجملة ولا تجب الا لمن كان عليه دين، يعني اللي عليه ديون لابد ان يوصي حتى يبين ديونه. طب ليس عليه ديون، يستحب ان يوصي. طب لم ليس لديه مال ليوصي به، يبقى يترك الوصية، لا شيء في هذا. أدي المعنى. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا.
قلت فلما كتب على المسلمين الوصية؟ كتب هنا بمعنى شرع يعني، لأن أحيانا كتب تأتي بمعنى فرض وتأتي بمعنى مطلق الشرع، سواء فرض أو استحب. فلما كتب على المسلمين الوصية أو فلما أمروا بالوصية؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل. النبي أوصى بكتاب الله أو ترك وصية برضه أو النبي أوصى بكتاب الله وأوصى بالنساء وأوصى بالأسير، مش كده؟ وأوصى ألا يبقى دينان في جزيرة العرب صلى الله عليه وآله وسلم، وأوصى بعدم الخلاف، وأوصانا ألا نرجع بعده كفارا يضرب بعضنا أعناق بعض. فالنبي أوصى وصايا كثيرة، مش كده برضه؟ وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن مالك بن مغول بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث وكيع قلت فكيف أمر الناس بالوصية، وفي حديث ابن نمير قلت كيف كتب على المسلمين الوصية. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية عن الأعمش حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش. الأعمش اللي هو اسمه إيه؟ سليمان بن مهران، مشهور معروف من رجال البخاري ومسلم. قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء، يعني ما ترك إرثا، فالنبي لا يورث، لكن النبي ترك أرض في خيبر وأرض في فدك وأرض بني النضير، مش كده؟ لكنها لم يتركها إرثا، تركها لينفق في منها خليفته على زوجاته أمهات المؤمنين، لأنهما منعنا أن يتزوجن بعده، فكان يستمر ينفق عليهم صلى الله عليه وسلم من هذا، وكذلك يأخذ راتب الخليفة من مال النبي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يدير هذا المال الذي تركه صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر الصديق في خلافته على ما كان يديره النبي في حال حياته. ثم بعد ذلك جاء سيدنا عمر في صدر خلافته أدار المال حتى جاء سيدنا العباس وسيدنا العلي علي بن أبي طالب وطلب منه أن يترك لهم إدارة هذا المال فأعطاه إياه. ثم لما اختلف العباس وسيدنا علي في إدارة المال، سيدنا علي كان كثير التصدق، وسيدنا العباس كان يقول لسيدنا علي لابد أن تستأذني أولا، فحصل خلاف بينهم. فلما ذهبوا لسيدنا عمر مختلفين، سيدنا علي غلب العباس وأخذ المال كله وصار هو الذي يديره سيدنا علي. فمعلوم هذا أن النبي لا يورث. يبقى ايه لم يترك ايه هنا الحديث؟ لما بينفي ترك شيء يقصد ينفي ترك شيء يورث. فهمت بقى؟ لان الانبياء لا تورث. قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا يورث يعني، ولا اوصى بشيء. يعني بشيء متعلق بما تركه من اموال يعني واراضي. وعن أبي قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير حا قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وابن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا كان وصيا فقالت متى أوصى إليه؟ فقد كنت مسندته الى صدري. لما حصل بعض التشيع لسيدنا علي وقال ان النبي اوصى لسيدنا علي هو اللي يبقى خليفه بعده، حصل بعض التشيع ده في اخر يعني ايه حياه سيدتنا عائشه وفي اثناء حياه سيدنا علي ابن ابي طالب. فلما وصل الامر كده وقالوا ان النبي اوصى لعلي يعني بالخلافه، فقالت متى اوصى اليه؟ فقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري، يعني في حال مرض وفاتي، فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري. انخنث يعني استرخاء أعضاء الميت، بعد ما يموت ينخنث كده يعني تسترخي أعضاءه، يعني كأنه مات وكان مسندا على إيه؟ بين سحري ونحري زي ما قالت سيدنا، يعني بين رقبتها وصدرها كان مستندا عليها فمات في هذه اللحظة.
فلقد انخنث في حجري، يعني استرخاء اعضاء الميت، وما شعرت انه مات، فمتى اوصى اليه؟ يعني ده انا كنت حبره طول المده لم اسمعه انه اوصى له بالخلافه اصلا. فهمت ادي المعنى. وعن ابي قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لسعيد قالوا حدثنا سفيان عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، اللي هو الخميس اللي قبل يوم الاثنين اللي توفي فيه، آخر خميس للنبي. قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال ايتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. واختلفوا في هذا الكتاب هل المقصود بإيه؟ يبدو أن سيدنا عبد الله بن عباس كان يظن أنه يريد أن يكتب لهم من يخلفه بعده، ثم من يخلف من بعده، ثم من يخلف ما بعده، حتى لا يختلف الناس. لان سيدنا عبد الله بن عباس لما عاصر الخلاف اللي حصل ايام سيدنا علي والنزاع والقتال، فكان بيتمنى ان كان النبي يبقى كان كاتب كتاب الناس ما كانتش تختلف ولا تتقاتل. فاهم؟ لكن ده سبب ايه؟ ان سيدنا عبد الله بن عباس كان كل ما يتذكر هذه القصه يندم ويزعل ويقول يا ليته كتب، لانه حدث خلاف هي أيام سيدنا علي وتقاتل الناس. فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع. لما النبي قال لهم ايتوني كتاب أكتب لكم حتى لا تختلفوا بعد، فبعض الناس اللي واقفين حاضرين قالوا لا ما تدلوش كتاب، وبعضهم قال لك لا ده تعبان ما تتعبوهوش، لأنه في مرضي يعني في كان يعاني في مرضي. فبعضهم قالوا شفقة على النبي لا ترهقوه بكتابة شيء، اتركوه كما هو. وبعضهم كان يظن أنه ليس مرض الوفاة، وأنه سوف يفيق بعد ذلك ويعود كما كان إلى نشاطه، زي سيدنا عمر. سيدنا عمر حتى لما توفي النبي يقول من قال أنه مات قتلت عنقه، لأنه ما كانش متصور أنه في مرض الوفاة. فاهم؟ فعلشان كده تنازعوا. بعضهم شاعر أنه هو في مرض الوفاة زي سيدنا العباس. سيدنا العباس بيقول لك رأيت أثر الموت في وجه محمد كما كان رأيته في أبي طالب وفي عبد المطلب. يعني يبدو أن هذه الأسرة لما بيقربوا في ورد الوفاة بيظهر عليهم علامات معينة على وجوههم، فسيدنا العباس رآها على وجه نبينا فعلم أنه مرض الوفاة. سيدنا عمر لم يرى هذه العلامات، فكان يظن أنه ليس مرض الوفاة وأن النبي سوف يعود مرة أخرى إلى نشاطه المعتاد. وبالتالي تنازعوا. النبي قال لهم هاتوا كتاب، ليه تتعبوه؟ ده مريض، لا تتعبوه ولا ترهقوه شفقة عليه. والآخر يرى أنه في مرض وفاة زي ابن عبد الله بن عباس أبوه قال له. فسيدنا عبد الله بن عباس عايز، فحصل بقى إيه؟ التنازع. نديله يكتب، لا ما نكتبش، لا ده تعبان، لا ريحوه، لا، حصل تنازع. وما ينبغي إيه؟ عند نبي تنازع. وقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه. يعني الناس اللي هم مصممين على ان النبي يكتب بيقول لهم ايه يعني انتم متظاهرين ان النبي بيقول كلام هجر، يعني كلام اي كلام؟ استفهموه، اتاكدوا تاني. يبقى هنا مش بينسب للنبي الهجر، ده يكون هنا استفهام استنكاري، بيستنكر. فهمت ازاي؟ لان الحديث ده على فكره العلماء اختلفوا في طريقه شرحه بطرق كثيره، وانا اشرحه اليك من اقرب طريق. وقالوا ما شأنه؟ يعني ايه طلب؟ أهجر؟ يعني انتم متصورين ان النبي يهجر يعني يقول كلام لا معنى له في مرضه؟ يبقى ده استفهام استنكاري وليس اثبات ان النبي يهجر. فهمت؟ بيستنكروا يعني. استفهموه. قال دعوني. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى تنازع قال دعوني، خلاص مش هنكتب حاجه. دعوني فالذي انا فيه خير. فالذي انا فيه خير يعني ايه؟ استعدادي لملاقاة ربي، انا خير. ويبقى ايه؟ الامر بالكتابة كان ليس على سبيل الحتم من النبي، ولكن كان على سبيل العرض. يعني لو حبيت اكتب لكم اكتب لكم، ما حبيتوش ما يجراش حاجة، فقد تركتكم على المحجة البيضاء.
فكان على سبيل العرض لهم وليس على سبيل الوحي والإلزام والبلاغ، لأن النبي أمر بتبليغ ما أنزل إليه، فلو كان هذا مما أمر بتبليغه ما تراجع بعد النزاع بل صمم على كتابته، فدل على أن هذا الأمر بالكتابة من النبي كان أمر اختياري على سبيل التخيير لهم. فلما لا هناك تنازع فآثر عدم النزاع فترك الأمر وقال دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. الوفود اللي بتأتي للمدينة لتشهر إسلامها تديهم جوائزهم، كان النبي يعطيهم جوائز ويتصدق عليه، فهل كل من يأتي يدخل في الإسلام من الوفود من بعدي تعطيهم أيضا جوائزهم كما كنت أفعل؟ وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها. قال أبو إسحاق إبراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سفيان بهذا الحديث. وعنه به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم جعل تسيل دموعه. ليه؟ لأنه حضر طبعا موقعة صفين وموقعة المواقع اللي حصلت مع سيدنا علي، فتأثر من موت المسلمين بأيدي المسلمين، فكان بيقول يا ريت كنا خلينا النبي كتب لنا حاجة، كنا يبقى لنا مرجع نخلص من الخلاف ده. فهمت ده السبب ان سيدنا ابن عباس كان حزينا بذلك. ثم جعل تسيل دموعه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايتوني بالكتف والدواء. الكتف اللي هي زي دلوقتي تقول الصحيفة يعني، لانه كانوا بيكتبوا على اكتاف الابل والحاجات دي، كانش لسه في صحف واوراق. قال ايتوني بالكتف والدواء او اللوح والدواء، اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. ده مين؟ الناس اللي هم بتعترض على الكتابة والناس اللي بتأيد الكتاب. فناس بيقولوا ما فيش داعي يكتب، مش عايزين نتعبه. بقولوا ايه يعني بيهجر؟ يبقى ايه هنا مش بيثبتوا، ده بينفوا. فهمت المسألة؟ مش بيثبت الهجر، والهجر هو الكلام الذي لا يليق او الكلام الذي لا فائدة منه. فهنا مش بيثبت هذا للنبي، بل بيستنكر على من من أجل وأراد ألا يكتب النبي شيء، اللي هو سيدنا عمر كان المقترح ان النبي ما يكتبش حاجه. وعنه به قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلما اكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع، تعبان يعني غلب، فلا داعي لارهاقه يعني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. ربنا بيقول في القران اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فخلاص ليه نرهق النبي في وجعه؟ ادي وجهه نظر سيدنا عمر. الشيعه طبعا والروافض يمسكوا سيدنا عمر يلعنوه عشان كده، لك شوف منعه يكتب علشان هو عايز ياخد الخلافه وعايز يمنع علي وعايز يعمل ايه، ويمسكوا سيدنا عمر يلعنوه من اجل فهم الحديث بطريقه خطا. سيدنا عمر ما كانش يقصد هذا خالص. اولا سيدنا عمر كان لا يظن انه في مرض الوفاه، دي اول حاجه. ثانيا كان النبي يتوجع فاشفق على وجع النبي. ثالثا خاف سيدنا عمر ان يلزمهم بامور غير ملزمه فيخالفوها فيقع في الاثم، لان سيدنا عمر ما كان مجتهد، فلو كان النبي الزمهم يبقى اوقف الاجتهاد، وبالتالي اذا خالفوا الملزم به يؤدي ذلك الى عقابهم في الاخر، اما اذا اجتهدوا واخطاوا فلهم اجر. ففقه سيدنا عمر اللي اوصله لهذا، وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ما اشار به عمر ولم يكتب شيء. فهمت بقى المساله؟ فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت
بين ناس عايزه النبي يكتب وناس بتقول ايه لا ما فيش داعي ترهقوه. فاختصموا، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما اكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. وده وجهة نظر سيدنا عبد الله بن عباس، وهي تخالف وجهة نظر سيدنا عمر. سيدنا عمر يرى ان عدم الكتابة كان افضل، لانه فيه الزام قد يقصر فيه، وانه يوقف الاجتهاد في اختيار الحاكم. فهمت ازاي؟ وهذا كله من ابواب العلم الكبير. فهمت المسألة؟ ثم ان ارادة الله كانت ايه؟ تسير على وفق ما اراده النبي من عدم الكتابة بعدما اعرضها. ومن ايه؟ ومن اعتراض سيدنا عمر الا نرهق النبي بعدما بلغ ما انزل اليه من ربه، ويكفينا ان نجتهد فيما بين ايدينا من نصوص. فاذا اجتهدنا واخطانا فلنا اجر، وان اجتهدنا واصبنا فلنا اجران. اما لو كتب نصا فالتزمنا به وقصرنا نعاقب. ادي وجهه نظر سيدنا عمر، وجهه نظر الفقيه. فهمت المساله؟ والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على كتاب النذر غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وذات كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.